لم يعجز الشعب، لا ولن يعجز. اعتقدت بعض الأحزاب أن لا قوة تضاهيها ولا إرادة تعلو إرادتها، وتناست أن إرادة الشعب لا يعلو عليها. العراق ينتفض وشعبه يطالب بحقه، ولا سلاح ولا عدد ولا عدة أمام إرادته، فهو يقمع بسلمية النفوذ ويعاقب الفاسدين بوروده الشباب، ورود سلميون كلما سقط أحدهم غارقا بدمه تبكي عليه قلوب الأرض وترتجف السماء إلا قلوب الفاسدين الجشعة. هذه الورود دفعت طلاب المدارس والجامعات وحتى الروضات الخروج لمناصرتهم في تحد كبير لوزيري التربية والتعليم اللذين تعلموا كل شيء إلا الثورة ومعانيها، بعد إرادتهم التي لم تتحقق بمنع الطلاب مناصرة الاحتجاجات. وراحت الجامعات تتحدى فهبت بالزي المختلف بين جامعة وأخرى ترفع شعارات وطنية اشتاق الوطنيون لسماعها، واشتاق العراق لأبنائه الشرفاء، فكان يئن من الفساد وأصحاب النفوذ الخارجي ويتحدث مع المظلومين وهو منهم. إنه اعتاد أن يكون الأقوى، فهو تحدى الحدود ومن خارجها وتحدى الفتن ولا يعصى عليه الفساد. جيوش العاطلين عينوا أنفسهم في ساحة التحرير وسط بغداد بملاك دائم لحين تحقيق المطالب وبراتب مجاني فداء للوطن والمواطن. ولحقتهم أمهاتهم التي نصبن عدة أعداد الطعام للموجودين في ساحة التحرير، تلك الساحة التي تعطي الدروس للطلاب، تحدثهم عن وطن جميل اسمه العراق، ثوبه طاهر تدنسه طبقات حاكمة أحيانا فيأتي الشعب لإزالتها عنه وإعادة ثوبه الجميل. التاريخ الجديد يخطه أبناء الوطن بدمهم الذي يسيل من جرحهم، يتحدث لهم عن سراق نهبوهم فنالوا عقوبة دامغة وهي تسجيلهم في صفحات سوداء من تاريخ العراق العظيم. وفي ذاك التاريخ نفسه ستروى حكايات وروايات عن تكتك يقاد من شباب لا غيرة تسبق غيرتهم، فبدلوا رزقهم عند الله من مال إلى مساعدة للمتظاهرين الجرحى، وتسابقوا مع عجلات الإسعاف في إسعاف الجرحى إلى المستشفيات. وما لسان حال الشعب إلا أن يقول لله دركم ودر الشباب العراقي الذين قهروا الإرهاب واليوم يقهرون الفساد.